حقيقة ملي كنجو نتمعنوا في الاستراتيجية ديال وزارة الشباب والرياضة في هذه السنة هذه، أنها راعت جوج ديال المقاربات، راعت المقاربة التربوية والمقاربة الحقوقية للطفل، وكيبان من خلال أن هذا المشروع، هذا البرنامج الوطني هو تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة أولا وقبل كل شيء، ثانيا الشعار يفسر أن المخيم هو متعة وتعلم، متعة وتعلم إيمان الطفل وتعلم الطفل ما هي الحقوق ديالو وما هي الواجبات ديالو. إضافة إلى هذا أن بقينا كنشوفوا في المخيمات أن كاينين ورشات كتعطي واحد المستوى تعليمي للطفل، كتلقن الطفل مبادئ والتربية على المواطنة الحقيقية، وكتلقنوا ذاك النقص اللي كاين في اللغات، لا اللغات الأجنبية الحية ولا اللغات الإعلاميات ولا الجانب ديال الإعلاميات. إضافة إلى هذا ولينا كنلقاو أنفسنا أمام مخيمات مهيكلة فيها مميزات لصالح الطفل. أم الأندلس بالتنوية التأهيلية الأندلس هو كيدخل في واحد المقاربة أخرى ذات بعد اجتماعي وإنساني، أنه يراعي الأسر المعوزة اللي ما عندهاش، اللي وليداتها كيبقاو في الزنقة، وبالتالي خدينا على عاتقنا أن 200 طفل في كل مرحلة لمدة 4 مراحل بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كنمشي نديوهم للبحر 6 المرات نهار بعد نهار، 6 المرات في كل مرحلة، وكنديوهم لابيسين ضمن هذاك البرنامج الترفيهي والمتعة، وكنقلوهم الدروس واللغات ديال الدعم والإعلاميات بعض الفضائية للأسر المعوزة، وهذا هو البعد الإنساني والاجتماعي الحقيقي اللي كترتكز عليه المقاربة ديال المديرية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة. بالنسبة للدعم المادي واش كافي باش تقوموا بهذا الأنشطة هذه كاملة؟ هو الدعم ديال الوزارة، الأكل والشراب وليزاتولي ديال اللوجيستيك ديال الوزارة، ولكن النقل واللباس الموحد ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. يسعدنا ونحن نحتفل اليوم بتدشين مخيم الأندلس بالثانوية الإعدادية الأندلس التابعة للمديرية الإقليمية لفيدا مر السلطان، وهو مخيم تنظمه المديرية الإقليمية للشباب والرياضة لفائدة أطفال عمالة الفيدا، وهذه مناسبة باش نجددوا الانخراط ديالنا في سبيل خدمة أطفال هذه العمالة. نحن سعيدون أننا نكون جزء من هذا المخيم بوضعنا مؤسسة تعليمية متكاملة بداخليتها رهن إشارة الشريك ديالنا الأساسي الشبيبة والرياضة. طبعا هذا المخيم يأتي كما أشرتم إليه في إطار الاحتفال بذكرى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وانا كنعتبر بانه المخيمات والتفتح ديال الوليدات، وحنا زرنا واحد المجموعه ديال الورشات، هذه من الحقوق الاساسيه اللي كنسعوا لها احنا ايضا في وزاره التربيه الوطنيه عبر انشطه الحياه المدرسيه اللي كنظموها باستمرار داخل المؤسسه التعليميه بتأطير من الانديه التربويه داخل المؤسسات التعليميه. والمخيمات كتجي باش تستكمل هاد المجهودات اللي كتبذل خلال السنه الدراسيه من طرف المؤسسات التعليميه.